روسيا وأوكرانيا محطات بارزة في تاريخ النزاع. يتصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا منذ احتجاز حرس الحدود الروسي لثلاث سفن أوكرانية في مضيق كيرتش الذي يفصل بين بحر أزوف والبحر الأسود. الرئيس الأوكراني بيترو بوروشكو فرض الأحكام العرفية في بلاده متحدثا عن احتمال نشوب حرب شاملة مع روسيا، ومن جهته حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف من مغبة تحرك متهور. وهذه المواجهة الأولى بين موسكو وكييف منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها في سنة 2014، واندلاع نزاع مسلح في غرب أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، الذي خلف أكثر من 10 آلاف قتيل وحوالي 1.7 مليون نازح. نوفمبر 2013، تفجر الأزمة. في 21 من نوفمبر من سنة 2013، تخلى الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش بشكل مفاجئ عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واختار التعاون بشكل وثيق مع روسيا. هذا القرار أثار موجة من الاحتجاجات من قبل المؤيدين لأوروبا في كييف، حيث تجمعوا في ساحة ميدان في مظاهرات ضخمة جمعت ما يناهز 800 ألف شخص في شهر ديسمبر من نفس السنة. فيفري 2014، المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بلغت أوجها، وشهدت أوكرانيا شهرا دمويا بعد مقتل 90 شخصا في كييف. وفي 22 من فيفري عزل البرلمان الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الذي لجأ إلى روسيا، وتم تشكيل حكومة انتقالية. فلاديمير بوتين ندد بما اعتبره انقلابا، وحذر بأنه يحتفظ بالحق في استخدام كل الخيارات المتاحة بما فيها الخيار العسكري كحل أخير. مارس 2014، بوتين يضم القرم. أيام قليلة قبل بداية الشهر اندلعت مواجهات بين عسكريين مساندين ومناهضين لروسيا في سمفروبول، عاصمة شبه جزيرة القرم التي أصبحت أوكرانية منذ 60 عاما فقط. القوات الروسية الخاصة سيطرت على المراكز الاستراتيجية في الإقليم الذي يتحدث أغلب سكانه اللغة الروسية. وفي 16 من مارس صوت الناخبون في هذا الإقليم لصالح الانضمام إلى روسيا في استفتاء وصفته أوروبا والولايات المتحدة بغير القانوني. وبعد يومين من ذلك أعلن بوتين رسميا ضم إقليم القرم إلى روسيا. أبريل 2014، اندلاع الحرب في الشرق. التمرد الموالي لروسيا والذي تدعمه موسكو توسع في مناطق الشرق الذي تقطنه أغلبية تتحدث اللغة الروسية. وفي 11 من ماي أعلن الانفصاليون بشكل أحادي استقلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك في دونباس إثر استفتاء اعتبرته كييف غير قانوني. وفي 25 من ماي انتخبت أوكرانيا رئيسا جديدا مواليا للغرب هو بيترو بوروشينكو، في حين انتشرت القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا في ترانسنيستريا في بيلاروسيا على الحدود الروسية وفي القرم. وبعد شهر وقعت أوكرانيا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي. سبتمبر 2014، اتفاق مينسك. وقعت أوكرانيا مع المتمردين المواليين لروسيا هدنة في عاصمة بيلاروسيا مينسك في 5 من سبتمبر، لكن اتفاق وقف إطلاق النار لم يحترم. باريس وبرلين قدمتا خطة الفرصة الأخيرة في فيفري 2015، وقبلت مختلف الأطراف خارطة طريق لحل النزاع فيما يعرف باتفاق مينسك 2. لكن المواجهات العنيفة استمرت على جبهات القتال. أطراف النزاع حملت بعضها البعض مسؤولية هذا الفشل. ماي 2018، توتر في القرم. دشن فلاديمير بوتين جسرا يربط القرم بروسيا، وهو مشروع ضخم يحمل أبعاد رمزية ويهدف لكسر عزلة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 رغم معارضة أوكرانيا والقوى الغربية. بعد 6 أشهر اندلعت أزمة بحر آزوف التي لفتت الأنظار مجددا إلى الأزمة الأوكرانية الحالية.